بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء ومادة علم النفس وعلم الاجتماع. النهاردة إن شاء الله معانا علم الاجتماع، بس قبل ما نبدأ الحلقة أحب أرحب بزميلي الدكتور حسني هاشم. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد وأبنائنا الطلاب، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد والرشاد. النهاردة إن شاء الله هنكمل علم اجتماع. كنا بدأنا في الحلقات السابقة، خدنا الفصل الأول اللي هو بيتكلم عن النظرية الاجتماعية، وبعد كده خدنا الفصل الثاني كان بيتكلم على التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية. النهاردة معانا العمليات الاجتماعية، استكمال لما بدأناه سابقا. يمكن كنا وضحنا في الحلقات السابقة إن في تفاعل اجتماعي بين الأفراد، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، وده كنا خدناه قبل كده في سنة تانية وفي أكتر من مادة. إن ابن خلدون أكد على إن الإنسان بطبيعته اجتماعي. يعني إيه اجتماعي؟ يعني يحب يعيش دايما مع الآخرين، ما يحبش يعيش منعزل لوحده. طيب، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي وبيعيش في جماعات أو بيعيش مع الآخرين، ترتب عليه وجود حاجة اسمها تفاعل اجتماعي. يبقى في تفاعل اجتماعي بين الأفراد. التفاعل الاجتماعي دوت لما استمر أدى إلى وجود حاجة اسمها علاقات اجتماعية. يبقى التفاعل الاجتماعي أدى إلى وجود علاقات اجتماعية، وده اللي احنا كنا وضحناه في الحلقات السابقة. النهاردة إن شاء الله معانا حاجة اسمها عمليات اجتماعية. طب إيه العمليات ديت؟ العمليات ديت ترتبت على إن في تفاعل، والتفاعل أدى إلى وجود علاقات، العلاقات مستمرة بين الأفراد، أدى إلى وجود حاجة اسمها عمليات اجتماعية. يبقى هنستنتج حاجة مهمة هنا جدا، إيه هي بقى؟ إن العمليات الاجتماعية دي نتيجة حتمية للعمليات اللي قبل كده، اللي هي العلاقات وقبلها التفاعل الاجتماعي. لأن لو قلنا مفيش تفاعل، مفيش علاقات، يبقى في عزلة اجتماعية، يبقى بالتالي مش هيبقى في عندي عمليات اجتماعية. وطبعا الجزئية ديت يمكن موضحينها برسم تخطيطي كده يقرب الفكرة ويوصلها للطالب. هيبتدي يشرح لنا الرسم دوت الدكتور حسني، اتفضل يا دكتور. طبعا استاذ محمد، من الحاجات المهمه جدا ان احنا عاوزين يعني ننبه على اولادنا ان انت عزيز الطالب انت مسؤول عن كل كلمه موجوده في الكتاب المدرسي، لان بعض الطلبه بيهمل المقدمه الموجوده في كل الدروس، وده من تمام. الخطوره بمكان، صح. لان المقدمه دعيتي جت السنين اللي عدت جه منها امتحان، جه منها سؤال في الامتحان، فلازم ابنائنا الطلاب ان احنا نركز قوي 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 في المقدمه، لان المقدمه اللي بيجي منها سؤال ممكن يكون هو التكه كلها اللي موجوده في الامتحان. ولذلك احنا حاولنا استاذ محمد ان احنا نلخص المقدمه لانها مهمه جدا جدا في رسم توضيحي. احنا ابنائنا الطلاب مش عاوزينكم تحفظوا، احنا عاوزينكم تفهموا، والفهم طبعا اما يكون فيه فهم ده بيؤدي الى وجود ايه الحفظ، والحفظ القائم على الفهم مش ممكن هيؤدي الى نسيان، لكن لما بنحفظ الحاجه على علتها بدون فهم طبعا النتيجة الحتمية عند الكثيرين بتكون ايه عملية النسيان. طبعا زي ما اشار الزميل الاستاذ محمد الى ان طبعا الانسان هو كائن اجتماعي، بمعنى انه لا يستطيع ان يعيش بمعزل عن الاخرين، ولذلك هو بيتفاعل مع الاخرين. التفاعل زي ما اشار زميل الدكتور الاستاذ محمد الى ان ده بيؤدي لوجود علاقات اجتماعية، والعلاقات الاجتماعية بتؤدي الى العمليات الاجتماعية اللي هي موضوع اليوم. طيب، لما التفاعل مع الآخرين منعدم، يعني الشخص ما بيتفاعلش مع الآخرين، فده بيؤدي إلى انعدام العلاقات الاجتماعية، وبالتالي بنجد إن ما بتستمرش العملية ويكون هناك فيها عمليات إيه اجتماعية، وده بيؤدي إلى العزلة إيه الاجتماعية، وده بيتعارض مع طبيعة الإنسان ككائن إيه اجتماعي. الحاجة المهمة جدا إن علاقات اجتماعية متنوعة بيؤدي إلى عمليات اجتماعية متنوعة أيضا. طب العمليات الاجتماعية ده بنلاحظها ايه؟ لما انا بروح اشتري سلعة من محل او من مكان معين، فهناك في اساليب الاتصال بيني وبين الذي يقوم بايه؟ بعملية البيع، يبقى ده عملية اجتماعية. لما الاشخاص بينتقلوا، يعني يكون في مشكلة في المنطقة اللي هم عايشين فيها يا استاذ محمد، فبيبداوا يتفاعلوا من اجل حل هذه المشكلة، زي تنظيف الحي او تشجير الحي والى نحو ذلك، فان ذلك بيعد عملية اجتماعية. طيب لما تنتقل اسرة من القرية للعيش في الحضر او في المدينة، ده برضو عملية اجتماعية ايضا. ايضا الانتقال من الحياة الزراعية البسيطة الى الحياة الصناعية، ده يعد عملية
اجتماعية. إذن العمليات الاجتماعية ده شيء أساسي وهام وضروري في أي مجتمع من المجتمعات، ولا يمكن للحياة أن تتقدم وأن يستقر هذا المجتمع بدون هذه العمليات اللي احنا أشرنا إليها في هذه الشريحة اللي بتوضح إزاي إن العمليات الاجتماعية هي المنتج النهائي للعمليات التي سبقتها. اللي هو التفاعل والعلاقات. نعم. يعني نخلص من اللي حضرتك قلته يا دكتور، إن العمليات الاجتماعية عندي متنوعة نعم ومختلفة ومتعددة، يعني ما نقدرش نحصرها في عملية أو اتنين أو تلاتة، ولكنها متنوعة متعددة في كل العلاقات اللي بتتم بيننا وبين أفراد المجتمع، بيترتب عليها وجود عمليات اجتماعية. يمكن احنا عندنا 4 عمليات اجتماعية من أهم العمليات الاجتماعية اللي احنا هندرسهم إن شاء الله معانا في الفصل دوت، وهي التعاون الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، التنافس الاجتماعي، الصراع الاجتماعي. خلي بال حضرتك انا بقول اجتماعي لان احنا بندرس علم اجتماع، في صراع اجتماعي، انا عندي صراع في علم النفس هناخده في الوحده الثالثه، بس في فرق بين الصراع النفسي والصراع الاجتماعي، لا انا بتكلم على صراع اجتماعي. يبقى انا بتكلم على 4 عمليات اجتماعيه هندرسهم ان شاء الله. عندي اول حاجه تعاون، تاني حاجه تكيف، تالت حاجه في تنافس، رابع حاجه في صراع، كلهم اسمهم عمليات اجتماعيه. يبقى تنافس اجتماعي، صراع اجتماعي، تفاعل اجتماعي او علاقات اجتماعيه. طيب ده بالنسبة لي يمكن المقدمة بتاعت العملية، بس لسه عندنا جزئية مهمة جدا يا دكتور، وهي تعريف العملية الاجتماعية. طيب ايه المقصود طب بالعملية لا الاجتماعية؟ حضرتك قبل ما نخش للتعريف نشوف السؤال ايه اللي من الممكن ياتي على هذه الجزئيه يا استاذ محمد. تمام. السؤال بي بي السؤال خلي بالكم ده جاي على المقدمه الموجوده في الكتاب اللي البعض او الكثيرين من الطلاب بيهملوها. يقول لك السؤال بيقول ايه؟ العلاقات الاجتماعيه المتنوعه تؤدي الى عمليات اجتماعيه متنوعه. ده من المقدمه بتاع الموضوع العمليات الاجتماعيه. أكد صدق هذه العبارة. يبقى هشرحها بقى يا دكتور كده، تمام. أكد صدق العبارة يبقى أو هشرحها تمام بالتسلسل اللي احنا قلناه. نعم، حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل. طبعا العبارة أستاذ محمد العبارة إيه؟ هتبقى صحيحة، وبرضه هشرح الجزئية بتاعت تمام. تمام. السؤال أيضا المطلوب يأتي بصيغة أخرى، دلل في ضوء ما درست. تمام. يبقى هنشرح برضه إيه الجزئية اللي احنا إيه وحل شرحناها العبارة. يبقى هي يمكن نعم الإجابة واحدة بس نعم ده اختلاف طرق صياغة السؤال. تمام. يبقى أنا عندي هو الإجابة ما بتتغيرش، لكن الصياغه بتاعت السؤال هي اللي بتتغير. حضرتك جبتها في صوره تاكد صحه العباره، علل صحه او خطا العباره، حلل العباره، ودلل في ضوء ما درست. يبقى انا عندي نعم 4 صياغات ولكن هي الاجابه واحده. يبقى احنا عايزين نفهم الطالب جزئيه مهمه جدا، ان ممكن الصياغه بتاعت السؤال تختلف ولكن الاجابه ما بتختلفش، لكن الصياغه هي اللي ممكن تختلف حسب مستوى السؤال. طيب هنوصل بقى لحته مهمه جدا اللي هو تعريف العمليه الاجتماعيه. والعمليه الاجتماعيه عباره عن ايه؟ النموذج الذي يتسلسل وفقه عده وقائع وحوادث اجتماعيه ناتجه بعضها عن بعض. تاني، نموذج بيتسلسل وفقه عده وقائع وحوادث اجتماعيه ناتجه بعضها عن بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في تفاعل وفي عمليات. طيب اول تفاعل والعلاقات ادت الى وجود عمليات. ايه العمليه الاجتماعيه؟ انا والدكتور حسني مثلا بينا تفاعل اجتماعي، احنا دلوقتي اثناء شرح الدرس بينا تفاعل اجتماعي، ترتب عليه ان اصبح في بينا علاقات، في تعاون، تعاوننا مع بعض عشان خاطر نخرج الحلقه ديت بشكل معين، ابتدينا نتبادل الماده العلميه، ابتدينا نضع اسئله، ابتدينا ان احنا نتشاور في طريقه الشرح، يبقى تعاوننا مع بعض من اجل ان احنا نخرج ماده علميه، يبقى التفاعل ادى الى وجود عمليه اجتماعيه، يبقى دي نتجت عن ايه؟ نتجت عن التفاعل، والتفاعل ادى الى وجود علاقات، والعلاقات ادت الى وجود عمليات اجتماعيه زي التعاون. طيب في حاجه ثانيه، ممكن مثلا ان احنا في اختلاف بيننا وبين بعض في وجهات النظر، في اختلاف بيننا مثلا في الرؤى، يبقى اصبح ايه؟ ابتدينا نقرب وجهات النظر، فابتدينا نعمل عمليه تكيف، ان احنا بقينا يعني ايه فكرنا قريب من بعض، الهدف الواحد قربنا الطرق اللي هتوصلنا للهدف ده، يبقى احنا حصل بينا تكيف. طب احنا ممكن يبقى في بينا تنافس، انا عايز اظهر الماده بطريقه افضل وهو عايز يظهر الماده بطريقه افضل، يبقى انا بشتغل لوحدي وهو بيشتغل لوحده، بحيث ان كل واحد هيظهر الماده بطريقه مميزه عشان نشوف مين فينا المتميز في عرض الماده العلميه. ممكن يتحول هذا التنافس الى نوع من انواع الصراع. يبقى دي كلها عباره عن ايه؟ عبارة عن نموذج. زي بقى نرجع للتعريف، يتسلسل وقائع، عدة وقائع، يبقى دي اسمها وقائع وحوادث اجتماعية نتيجة بعضها عن بعض. يبقى ده تعريف اللي هي العملية الاجتماعية. طيب السؤال ممكن يأتي على هذه الجزئية، عرف العملية الاجتماعية. وده سؤال مباشر تذكر يا دكتور، يعني تذكر لأن هو أه. التعريفات دايما نعم بيبقى فيها سؤال مباشر، بيبقى سؤال تذكر. نعم. طيب يمكن في خلال المثال اللي انا قلته وضحنا اهم العمليات الاجتماعيه اللي احنا هنشرحها النهارده وهتظهر معانا على الشاشه دلوقتي. انا عندي 4 عمليات اجتماعيه هندرسها في الموضوع دوت او في الفصل دوت، وهي اول حاجه التعاون الاجتماعي، تاني حاجه التكيف، تالت حاجه التنافس، رابع حاجه الصراع. دي اهم العمليات الاجتماعيه التي تؤثر في الحياه
الاجتماعية. وممكن في سؤال بقى يأتي، يعني سؤال مباشر جدا جدا وبيعتمد على يعني ده تذكر وسهل جدا وبسيط جدا، يقول لك حدد أهم العمليات الاجتماعية المؤثرة في الحياة الاجتماعية، يبقى أنت هتذكر له الأربع عمليات اللي هم العمليات الاجتماعية بس اللي الطالب هي يا زي دكتور التعاون ما تخلش والتكيف نشرحهم. والتنافس والصراع، وهو مش طالب منك غير إن شرح أنت تحددهم بالظبط. بصورة إيه يعني إجرائية زي ما موجود قدامنا كده على إيه؟ على الشاشة. الله، عشان في طلبه بتفتكر بقى حدد لا العمليات كلها، يقول لك انا هشرح ده كتير قوي، انا هشرح اربع عمليات اجتماعيه نعم. ده كتير. فهي فعلا حدد، يبقى انا هقوله له وعلى مظبوط على عليك. فكرة، والسؤال ده خلي بال حضرتك رغم انه سهل، ولكن قد من الممكن ان بنجد ان بعض الطلبة ممكن يقع منه عملية او اتنين. يبقى احنا لازم واحنا بنذاكر كده بقى انا عارف ايه العناوين دي اللي هي زي ايه هي اهم العمليات الاجتماعيه؟ التعاون وزي التكيف وزي التنافس وزي الصراع الاجتماعي. الحاجات دي كلها يعني بتقع تحت عنوان ايه، او ان الحاجات او ان هذه الموضوعات دي بتمثل ايه بقى، دي بتمثل العمليات الاجتماعية. تمام. نعم. اول عمليه اجتماعيه معانا دكتور وهي التعاون الاجتماعي. تعاون يعني ايه؟ تعاون يعني احنا بنتعاون مع بعض، بنشتغل مع بعض. يمكن في صوره جميله جدا معبره عن التعاون ظهرت قدامنا دلوقتي، هي شوفوا كلنا ايد واحده، كلنا بنشتغل مع بعض، كلنا لنا هدف واحد بنسعى اليه، يبقى احنا كده بنتعاون. زي كده ما انا اديت مثال من شويه، انا والدكتور حسني بنتعاون مع بعض عشان نظهر حلقه جميله، او احنا بنتعاون احنا الاثنين مع باقي اللي هم الكاست اللي شغال في البرنامج عشان نطلع حلقه جميله. يبقى ده نوع من انواع التعاون، لنا هدف واحد كلنا بنسعى الى تحقيقه. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف اول حاجه عندي التعاون دوت. في ايات كتير جدا في القران الكريم، في احاديث نبويه شريفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتاكد على عمليه التعاون الاجتماعي. قال تعالى يا ايها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دي آية بتدل على إن لابد من وجود تعاون بين المسلمين وبين الناس عموما يا دكتور، بس نعم. التعاون يبقى على شيء جيد، نعم. هدف بيخدم المجتمع، بنتعاون من أجل تحقيق نهضة المجتمع ورفعته، بنتعاون عشان خاطر المؤسسة اللي احنا شغالين فيها تتقدم. يبقى هنا الدين القرآن الكريم بيحثنا على التعاون، التعاون الإيجابي، التعاون اللي يكون ليه هدف بناء، اللي يساعد على تقدم المجتمع، وليس التعاون السلبي اللي هو هدفه التخريب او تعاون هدفه الاضرار بالمصالح العامه. لا، ده احنا لازم نتعاون على حاجات ايجابيه، نتعاون على البر، نتعاون على التقوى. ده بالنسبه لايه قرانيه. ونتعاون على ما فيه الصالح العام للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. بالظبط. وخلي بالك اثناء التعاون اما يكون فيه مشكله، وده على فكره بيظهر في معدن المصريين المعدن الاصيل، لما يكون في مشكله معينه او يعني لا قدر الله كارثه معينه، بتجد ان يعني المجتمع كله بيتعاون وبيكونوا دايما سباقين الى فعل الخير. هنا ما بتظهرش ده ديانته ايه ولا ده ثقافته ايه على الاطلاق، الكل بيتعاون لانه هناك صالح عام او هدف عام الكل ايه بيبحث عن تحقيقه. تمام تمام وايضا ممتن. الرسول صلى الله عليه الصلاة عليه والسلام. وسلم عليه الصلاة بيقول والسلام في حديثه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه الصلاة عليه والسلام. وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يعني ده تشبيه بليغ جدا ان فيه ترابط وان فيه وحده وان فيه لابد ان يكون هناك تكاتف، زي ما التكاتف والعلاقه الديناميه داخل جسم الانسان بين جميع اعضاء جسم الانسان واجهزه جسم الإنسان، إذن فلابد أن يكون ده المجتمع موجود في الإسلامي المجتمع، كله. تمام. الكل يتعاون، الكل يتكاتف من أجل تحقيق المصلحة العامة لإيه؟ للمجتمع. شوف التشبيه نعم. يا دكتور، يعني بيشبه لك إن المؤمنين كلهم زي الجسد الواحد. نعم. لو الإنسان عنده حاجة كده بسيطة في جسده تعباه، تلاقي كل الجسد بتاعه بيتألم وما نعم بينامش. يعني لو نعم عنده مثلا ضرسه بيوجعه، هتلاقي الألم مستمر وما بينامش ومش قادر يشتغل. مش قادر ليه؟ من الألم. ليه؟ لأن هو وحدة كلية، مش كل شيء منفصل. يعني المسلمين المؤمنين المفروض يكونوا بالشكل دوت. لو في اي جزء فيه او اي انسان في المجتمع دوت عنده مشكله، لابد ان الكل يتعاون من اجل حل هذه ويكونوا المشكله. عندهم درجه من الوعي والشعور بما يعانيه هذا الشخص، تمام. انه لديه مشكله، لابد ان يكون هناك نوع من التعاطف، نوع من تقديم المساعدات باختلاف انواعها وانماطها، لان ده
هي طبيعة يعني المجتمع الذي يريد أن يتقدم أو ينهض، وده من طبيعة وخصائص الإيه السكان هذا المجتمع. إذن بنجد يا أستاذ محمد إن التعاون هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الإنسانية، جميل. ولا يمكن أن نتصور حياة إنسانية بدون تعاون، تمام. بدون التعاون الاجتماعي. طب تخيلنا حضرتك لو تخيلنا كده إن كل واحد في المجتمع عايش مع نفسه، لا يتفاعل مع الآخرين ولا يكون علاقات مع الآخرين، وبالتالي ما بتكونش فيه عمليات اجتماعية، اجتماعي هل هذا المجتمع يستطيع أن يستمر؟ اطلاقا. هل هذا المجتمع يستطيع أن يتقدم؟ هل هذا المجتمع يستطيع أن يتحضر؟ على الإطلاق. وهذا المجتمع إذا ما كانش فيه التعاون في جميع العمليات الاجتماعية الثانية بتكون نهايته محتومة، أنه هذا المجتمع لا يستطيع أن يستمر في إيه؟ في الحياة. وده هيظهر لنا بقى يا نعم. دكتور دلوقتي لما نوضح أهمية التعاون بعد كده بالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة وبالنسبة للمجتمع. يعني التعاون ده عملية مهمة جدا في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات، يعني مش يهمني أنا بس كفرد، لا ده مهم للمجتمع، مهم للجماعة اللي أنا عايش فيها. فالتعاون دوت حاجة أساسية في المجتمع، ولا مجتمع بلا تعاون مفيش مجتمع هيستمر ولا يحقق أهدافه ولا يستطيع إن هو يتقدم ولا يتماسك إلا إذا كان هناك تعاون بين أفراد المجتمع. في سؤال على المقدمة بتاعة التعاون، احنا طبعا قلنا التعاون هو الأساس اللي بتقوم عليه الحياة الاجتماعية. السؤال بيقول ايه؟ يعد التعاون هو الأساس اللي تقوم عليه الحياة الإنسانية، دلل على صدق العبارة أو وضح أو اشرح العبارة. عندنا بقى جزء بتعريف التعاون أو المقصود بالتعاون، بيقول لي التعاون هو عبارة عن ايه؟ عملية اجتماعية تنطوي على قيام فردين أو أكثر بالعمل معا، خلي بالك من كلمة معا دي، لتحقيق غاية مشتركة. تاني، التعاون عملية اجتماعية. احنا اتفقنا من الأول على نقطة مهمة جدا، إن كل اللي احنا هنقوله دي اسمها عمليات اجتماعية، التعاون والتكيف والصراع والتنافس. فلما أجي أعرف أي عملية بقول إن هي عملية اجتماعية. فالتعاون عملية اجتماعية تنطوي على قيام فردين، يعني دلوقتي مثلا أنا دكتور حسني زي ما أشرت من قبل إن احنا تعاوننا مع بعض من أجل إن احنا نظهر الحلقة بشكل معين، يبقى احنا فردين كده تعاوننا أو أكثر. ممكن نبقى جماعات، احنا ممكن في الفريق بتاع الكرة بتبقى 11 لعيب، 11 لعيب بيتعاونوا مع بعض عشان يجيبوا هدف، عشان يحققوا الهدف اللي هو الفوز، يبقى هنا ممكن يكون فردين او اكثر او جماعتين او اكثر، يعني مش شرط فردين، بالعمل معا. لازم نكون بنشتغل بروح الفريق، شغالين مع بعض ليه؟ عشان نحقق هدف. احنا في المؤسسه التعليميه، احنا مجموعه من العاملين في المؤسسه التعليميه بنتعاون مع بعض ليه؟ عشان نحقق هدف اللي هو ايه؟ ان هو عمليه التعليم. يبقى كده التعاون عمليه اجتماعيه تنطوي على قيام فردين او اكثر بالعمل معا لتحقيق هدف غايه مشتركه. طيب يختلف التعاون عن التنافس يا دكتور؟ نعم بيختلف طبعا. ان في التعاون بيتطلب العمل بروح الفريق او العمل الاجتماعي، يعني اكثر من فرد، يعني ممكن 2 او 3 او ممكن يكون المجتمع ككل. ولكن بنجد ان في الصراع الاجتماعي او التنافس الاجتماعي ده بيكون فرد واحد، يعني مثلا انا دلوقتي فرد ضد فرد، فرد ضد صراع. فرد، مثلا بنلعب مثلا ايه ماتش مثلا لعبة فردية، لعبة فردية تنس طاولة، تمام، تمام، مثلا على سبيل المثال. فانا ايه بقى، انا بتنافس مع الـ 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 الشخص اللي الشخص قدامي الاخر او الزميل الاخر اللي انا بلعب معاه، عشان تمام؟ نفوز بالظبط. قبل ما هو يفوز. ايوه. يبقى اذا التعاون الاجتماعي في المقام الاول قائم على العمل الاجتماعي، يعني فريق. اما في التنافس، وفي التنافس الاجتماعي والصراع الاجتماعي ده بيقتصر على ايه؟ ان فرد واحد بيحاول الوصول الى تحقيق الهدف الذي بيسعى اليه، وهو مثلا تحقيق مثلا المكسب، الحصول على الكأس، الحصول على الجائزة او الى نحو ذلك. طيب يبقى كده احنا وضحنا ان هناك فرق بين التعاون الاجتماعي وبين الصراع الاجتماعي. وممكن بقى في سؤال يأتي على هذه الجزئية، ده طبعا سؤال مباشر جدا وواضح، وده بيعتمد على قياس قدرتك عزيز الطالب على التذكر، ويقول لك عرف ايه التعاون الاجتماعي. تمام. عندي بقى في بعد كده عندي حاجة اسمها ايه؟ العوامل التي تؤثر في التعاون. في عندي 3 عوامل بتأثر في عملية التعاون الاجتماعي. أول عامل وهو العامل البيئي، وهيبقى رقم 1 العامل البيئي. 2 العامل العقائدي والروحي. 3 العامل النفسي. طب تعالوا نشوف كل عامل من العوامل ديت كده على حدة. أول عامل من عوامل التعاون وهو العامل البيئي. البيئة الخارجية، وحدة الأهداف، بيتعاون الأفراد من أجل تحقيق المصلحة المشتركة والخير العام للجميع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا طالما مشتركين في بيئة واحدة
لازم نتعاون من اجل ان تحقيق الصالح العام في بيئه معينه. البيئه ديت ممكن تبقى بيئه ماديه، بيئه اجتماعيه، البيئات على اختلافها. يعني احنا في بيئه مدرسيه، المدرسه ديت بيئه، لازم نتعاون مع بعض عشان نحقق الصالح العام للجميع، صالح الطلبه وصالح العاملين وصالح المجتمع كله. يبقى البيئه بتفرض علينا ان احنا لابد ان احنا نتعاون مع بعض عشان في صالح عام، في هدف معين في البيئه عايزين نحققه. ويمكن الصوره اللي ظاهره قدامنا دي بتوضح صوره من صور التعاون، ان في مجموعه من الاطفال بيتعاونوا مع بعض من اجل تحقيق هدف، وهو ايه؟ بينظفوا الحديقه. في اتنين واقفين ماسكين فاتحين السله، وفي واحد بيجمع الاشياء يحطها فيها. طب يبقى دلوقتي مفيش واحد شغال لوحده، لا ده فيه افراد. عشان كده احنا في الاول قلنا التعاون ايه؟ ما يتمش الا من خلال العمل الجماعي، وده الفرق بينه وبين التنافس والصراع. في التنافس ممكن واحد يشتغل ضد واحد، او في الصراع ممكن واحد ضد واحد، انما في التعاون لازم نشتغل بروح الفريق، لازم نكون كلنا مع بعض كده ايد واحده زي الصوره اللي احنا عرضناها قدام. يبقى ده اول عامل من عوامل التعاون هو العامل البيئي. يبقى احنا كافراد مشتركين في بيئه واحده لابد ان احنا نتعاون عشان نحقق الصالح العام للجميع. تاني عامل وهو العامل العقائدي والروحي. اتفضل دكتور. العامل العقائدي او الروحي، وده بيظهر جدا استاذ محمد في عمليه التنشئه الاجتماعيه. الاسره طبعا لديها يعني عقيده سليمه الى ان التعاون ده شيء اساسي للحياه. فبتبدا الاسره في هذه العمليه، عمليه التنشئه الاجتماعيه، في السنوات الاولى في حياه النشء، انها بتعلمه يا استاذ محمد ازاي يتعاون مع الاخرين. لما مثلا الام بتطلب من بنتها الصغيره وابنها الصغير انه تقول له مثلا ودي الحاجه دي المطبخ، طيب هات حاجه من المطبخ، طب شيل الشيء ده، طيب روح هات من بابا كذا، طب روح ودي لاخوك كذا. يبقى هنا يا استاذ محمد الاسره بتبدا في تعليم التعاون، وبتجعل الاطفال منذ الصغر يقومون بالممارسه الفعليه والعمليه لهذه العمليه الاجتماعيه المهمه. وده نتيجة لأنها على يقين ووجود عقيدة سليمة لديها إلى أن التعاون ده من العمليات الاجتماعية المهمة في المجتمع. تمام. ثالث عامل من عوامل التعاون وهو العامل النفسي. طيب إيه علاقة الجانب النفسي بالناحية الاجتماعية؟ إحنا لسه بنقول إحنا علم اجتماع وبنتكلم عن التعاون الاجتماعي. إيه موضوع العامل النفسي دوت؟ ده مهم جدا. الإنسان بطبيعته بيحب يتعاون مع الآخرين. العلماء قديما اكدوا لنا ان الانسان اجتماعي بالطبع، مدني بالفطره، بالطبع طبعه كده اجتماعي، ان هو بفطرته يحب يعيش مع الاخرين، مدني بالفطره. فالتعاون عمليه اجتماعيه بتستجيب لبعض الدوافع الفطريه للانسان. الانسان عنده الانانيه، كل انسان بيحب مصلحته، لكن زي ما هو عنده الانانيه اكدوا لنا علماء النفس ان هو عنده حاجه اسمها الغيريه. بمعنى ايه؟ زي ما انت بتحب نفسك وتقدم مصالحك، برضو عندك حاجة جواك كده من الجانب النفسي بقى بتخليك تأدي مصلحة الآخرين زي ما انت بتبقى حريص على ان انت تأدي مصلحتك. طب ليه؟ هتستفاد ايه؟ لا دي حاجة فطرية بقى موجودة فيا، دي حاجة نفسية، انا عندي دوافع نفسية كده بتقول ان انا لازم أأدي مصالح الآخرين زي ما بأدي مصلحتي. يبقى اذا التعاون بيستجيب لحاجات نفسية لدى الفرد، هي دوافع فطرية تمام، بس هي دي حاجة نفسية موجودة في الانسان. واحد يقول ده كل انسان بيحب نفسه، اصح موجود، الانانيه موجوده في النفس الانسانيه، بس برضه الغيريه موجوده في النفس الانسانيه، وده اللي اكده علماء النفس. زي ما في الانانيه في الغيريه. بتظهر امتى؟ ما احنا بنلاحظ ناس كتير جدا بتلاقيها بتؤثر الاخرين عليهم، بتحب تعاون الاخرين بلا مقابل، بتحب تساعدهم، يعني ممكن اقدم مساعده لاي شخص وانا مش مستني اي مقابل، طب ده ليه؟ هي دوافع نفسيه موجوده عند الانسان، ودي بتخليه يشعر بالراحه وبيشعر بالطمانينه، ليه؟ عشان هو بيساعد الاخرين، يقول لك انا بحب يد، انا ببقى مرتاح لما بعمل خدمه للاخرين. دي جات لك منين؟ هو ده العامل النفسي اللي بيساعد على التعاون. وزي اقول لك ايه، ده الشخص ده الانسان ده صعب قوي لما بيحبش غير نفسه، ويقول لك يا ده الشخص ده اللي في ايده مش ملكه. يعني ازاي؟ يعني انت ممكن تحصل على اللي معاه يعني بسهوله جدا، اما الشخص الاخر يقول لك يا ده لا، ما انا ده مش عاوز اتعامل معاه ولا اشتغل معاه ولا اتعاون معاه خالص، ده الشخص ده ما بيحبش غير نفسه. تمام. إذن وده هوضحه لك يا استاذ محمد بمثال. لما ان شاء الله النهارده كده انا مثلا حسن الهاشمي معاه 50 جنيه هي اللي بجيبه، بس والله اعلم ان كان اكتر ولا اقل. تمام. مش هنفتش. فالمهم بعد الحلقه جعان، والاستاذ محمد جعان، طيب هنعمل ايه؟ قلت له والله يا استاذ محمد تعالى نجيب بال50 اكل، بال50 جنيه دي اكل. تمام.
الدوافع بقى الذاتيه والانانيه، انا ممكن انتظر لما الاستاذ محمد يمشي ويركب ويمشي وانا اروح ايه اتغدى، دي ايه الانانيه او الذاتيه. ولكن بقى الغيريه اقول له والله ما انت ماشي تعالى النهارده ايه انا اتغدى انا وانت بال50 جنيه اللي معايا، طبعا احنا هنتغدى باكثر بس احنا هنجيب على ايه مثال على على ده قد على قد ال50 جنيه. ده مثال تقريبي تمام. ابنائنا الطلاب. يبقى زي ما الانسان داخله الذاتيه والانانيه يا استاذ محمد، داخله ايضا ايه الغيرية الغيريه. طيب ان ازاي ان الانسان بيستطيع ان يحقق مصلحته ومصلحه الاخرين. طيب التوازن ده بياتي نتيجه لايه؟ بياتي نتيجه لعمليه التربيه الهادفه منذ ايه؟ منذ الصغر. لذلك هذه العمليه اللي هي ان نعلم اولادنا ان يكون عندهم يكون برين بانفسهم وبالاخرين، انهم يقدموا مساعدات للاخرين ويضحوا من اجل الاخرين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول جل علا. يبقى اذا هذه العمليه يا استاذ محمد ان احنا لابد ان ندرب ابنائنا عليها منذ الصغر في عمليه التنشئه الاجتماعيه. احنا عاوزين ابنائنا يكون برين بانفسهم وبالاخرين، ان هو ايه ما يكونش ايه يعني انا ومن بعد الطوفان، لا ده انا واخويا ومجتمعي ومن بعد ذلك الطوفان. ويا دكتور يمكن نعم هو ده هدف من اهداف اللي هو طالب القرن ال21، يمكن ده اللي دلوقتي بيتدرب عليه المدرسين، ان هو يخلي الطالب عنده التعاون، لان هدف ان انا اخرج طالب في القرن ال21 يبقى يكون متعاون، يكون متواصل، يكون عنده تفكير ناقد، يكون عنده تفكير ابداعي. انا مش عايز طالب يحفظ وينسى، لا ده انا عايز طالب يتعاون، عايز طالب يتواصل مع الاخرين، عايز طالب يكون عنده تفكير ابداعي يجيب لي حاجه جديده، وعنده تفكير ناقد ما يتقبلش كل اللي بيتقال بدون نقد. ويمكن هو ده سبب اللي هو انتقال الشائعات. لو عندي تفكير ناقد هتلاقي المجتمع ما فيهوش شائعات، او مش هتنتشر بنفس الصوره بتنتشر بيها دلوقتي. ليه؟ انا دربت الطالب ان هو لا يتقبل اي شيء الا لما يكون متاكد من صدقه، يكون عنده الادله والبراهين. وهو ده الهدف الجديد بتاع التعليم بتاعنا، ان لازم يكون عندنا اللي هي متطلبات القرن ال21 للطالب اللي احنا عايزين ننشئه في نعم المجتمع بتاعنا المصري ان شاء الله. نعم ناخد مجموعة اسئلة على اللي هي بقى اللي قلناه دلوقتي، اللي هي عوامل التعاون الاجتماعي، الثلاث عوامل، سواء كان عامل بيئي او عامل عقائدي او روحي او عامل نفسي. اول سؤال هيظهر معانا بيقول: التعاون كعملية اجتماعية يتأثر بالعديد من العوامل، يستجيب التعاون، لسه ما قلتش طبعا السؤال مطلوب منه ايه، يستجيب التعاون كعملية اجتماعية للدوافع الفطرية للإنسان. ده طبعا أكيد بيتكلم على الجانب النفسي. أكد صدق العبارة، حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل، دلل في ضوء ما درست، حلل هذه العبارة. يبقى لو جينا على الجزئية الأولى دكتور، اللي هي التعاون كعملية اجتماعية تأثر بعديد من العوامل، هنا أنا مطلوب مني إن أنا التلات ايه؟ أشرح الثلاث عوامل. وخلي بالك ان لو السؤال ده ان كل عامل من هذه العوامل عليه درجة. تمام؟ أشرح تمام تمام؟ وحدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل، يستجيب التعاون كعملية اجتماعية للدوافع الفطرية للإنسان. خلي بالك هنا بقى دي الجزئية دي أو السؤال ده اللي هو عاوز ايه؟ العامل الثالث بس بقى اللي هو دكتور، هو العامل عامل ايه؟ النفسي، لأن العامل طالما قال لي النفسي. دوافع فطرية يبقى أنا نعم. بتكلم على العامل النفسي فقط. طب يا استاذ محمد، في بعض الطلبه برضو بيظهر، وده بيظهر في التصحيح في نهايه العام، لما يجي لهم سؤال زي كده: يستجيب التعاون كعمليه اجتماعيه للدوافع الفطريه للانسان، فراح حاطط ايه الثلاث عوامل، هل ينفع؟ هو بياخد الدرجة على العامل النفسي بصراحة. بس ده بيؤثر على ايه؟ على على وقته، على الوقت اللي وقته هو ايه؟ وعلى الكتابة طبعا. بالظبط طبعا كده. يعني خلي بالك عزيز الطالب ان كل يعني الامتحان عليه يعني له وقت معين، وكل سؤال له زمن محدد فين في في, في الوقت الكل بتاع الامتحان. لما انا يعني ايه سؤال ياخذ اكتر من حقه في الاجابه هيجي في على حساب الزمن، الاسئله طبعا، بيؤثر الباقيه عليه طبعا، على باقي الزمن الاسئله، اللي هو ايه بتاع باقي الاسئله ايه الاسئله الاخرى. باقي الاسئله. تمام. فيجب ان نحترس من هذه الجزئيه. الطالب يجي يقول لك يا ده انا كنت عاوز كمان ربع ساعه ونص ساعه. لا، هو الامتحان جاي على قد الوقت بالظبط، بس انت عزيز الطالب انت ايه توسعت وايه وكتبت اجابه هي مش مطلوبه فين في السؤال. تمام. من خلال عرضنا اللي احنا عرضناه دلوقتي يا دكتور، يتضح ان التعاون ده حاجه مهمه جدا وضروريه واساسيه لاي مجتمع. طيب هنيجي هنوصل لنقطة مهمة جدا اللي هي أهمية التعاون. هل التعاون مهم؟ بالطبع التعاون مهم. نعم. بس احنا بقى هنحلل أهمية التعاون، مهم بالنسبة للفرد، والتعاون مهم بالنسبة للجماعة، والتعاون مهم بالنسبة للمجتمع.
يبقى نقول التعاون الاجتماعي من أهم العمليات الاجتماعية الضرورية للفرد وللجماعة وللمجتمع. طيب هنحلل كل عنصر من عناصر دي يا دكتور. أول حاجة عندي، إيه هي أهمية التعاون بالنسبة للفرد؟ طبعا الفرد بطبيعته بيرغب في الانضمام الى جماعه معينه. ده احنا في بدايه الحلقه قلنا ان الانسان كائن اجتماعي. بمعنى ايه كائن اجتماعي؟ يعني ما بيحبش يعيش بمعزل عن الاخرين، طب بيحب. استأذنك يا دكتور، نعم خلي الطالب يطبق النقطة دي على نفسه. نعم هو فرد، الطالب اللي نعم قدام ده فرد، لو هو متعاون مع الآخرين ايه اللي هيعود عليه؟ اتفضل، يبقى طيب نقطة هيعود على نفسه. طبعا عليه بايه؟ هيشبع رغباته. ان الانسان، تخيل مثلا كده ان الانسان لديه احتياجات ورغبات، احتياجات مادية واحتياجات نفسية، واجتماعية تمام، كل تمام. واجتماعية ونحو ذلك. فالتعاون ده بيجعل الإنسان بيقوم بإشباع هذه احتياجات. الحاجات. طيب إن تخيل كده لما يكون الابن كده عايش مع أسرة، ونقارنه بطفل آخر موجود مثلا، اللي احنا بنقول عليهم ايه، زي مثلا ايه، الأطفال طول الشوارع اللي الشوارع، هم موجودين في الشارع. إن هو اللي بيشعر بأمان، اللي عايش في أسرة اللي طبعا، عايش في ايه، في أسرة، يبقى التعاون تمام، هيديله الشعور انا بالأمن هبقى أكيد. الشعور بايه، بالامن. طيب الحاجه اللي بعد كده، بيكتسب محبه الاخرين وتقديرهم. تخيل كده لما يكون مثلا ايه، الطفل ده او الشخص ده عايش مع اسرته، ايه اللي بيشعر بيه استاذ محمد؟ بيشعر إيه؟ ان كلهم بيحبوه وهو بيحبهم، ده كمان بيقدروه ويمدحوه إلا لو لما عمل حاجة يا دكتور، لو نعم هو عنده موهبة ولا عنده مثلا بيكتب شعر أو بيكتب قصة أو كلام من ده وبيعرضها على الجماعة اللي هو عايش فيها، هنا يشعر بالتقدير، يشعر نعم بأهميته، عشان كده يكتبوا إيه، محبة الآخرين وتقديرهم، خلاص بقى اللي حواليه بيحبوه بيقدروه، بيقدروا قيمته، بيقدروا موهبته، بيقدروه كإنسان في حد ذاته. نعم يبقى بالتالي التعاون مهم جدا بالنسبة للفرد. طيب نيجي نشوف بقى، هل التعاون مهم بالنسبة للأسرة؟ أكيد طبعا، طالما مهم للفرد مهم للأسرة، لأن هي الأسرة إيه؟ ما الأسرة هي تجمع من عدد من الأفراد. الجماعة الاجتماعية، طب الأسرة دي جماعة اجتماعية، المدرسة جماعة اجتماعية، الأصدقاء جماعة اجتماعية، فالتعاون مهم بالنسبة للجماعة. أنا كنت بدي الأسرة كمثال دايما، يعني دايما بحب أدي مثال على الأسرة، بيقول لي أول حاجة بالنسبة للأسرة هيفيدها في إيه التعاون؟ ليجعل الأفراد حريصين على المحافظة على وجود الجماعة وبقائها. طب تعال نطبقها على الأسرة، الأسرة كده في تعاون، الأب والأم والأبناء كلهم بيتعاونوا مع بعض، الأب بيهتم بالبيت وبيوفر له كل احتياجاته، والأم بتهتم بيهم وبتحاول إن هي طبعا اللي هي مهمها اللي موجودة مسؤولة عنها، والأبناء كل واحد بيقوم بدوره، هتلاقي أسرة متماسكة، هتلاقي أسرة قوية، هتلاقي أسرة يعني إيه تفيد المجتمع. ليه؟ في تعاون بينها. يبقى أول حاجة التعاون بالنسبة للأسرة يساعد على تماسك الأسرة اللي هي الجماعة، أنا طبعا هنا بتكلم عن الجماعة بس بدي الأسرة كمثال، تماسك الجماعة، تحقيق أهدافها، بقائها، استمرارها. طب تعالوا بقى نعمل العكس بقى، خلاص أنا هديك حاجة عكسية، مفيش تعاون بين أفراد الأسرة، لا الأب بيصرف على أولاده ولا مهتم بيهم ولا الأم بتأدي احتياجاتها ولا كل حاجة، الأسرة دي هتستمر؟ استحالة، هتتفكك. نفس الحكاية كده في أي مؤسسة، أي جماعة، المدرسة نفس الحكاية، لو مفيش تعاون بين أفراد المدرسة، في مصنع مفيش تعاون وكل واحد لوحده وكل واحد دماغه، اكيد المصنع ده هيفشل ومش هينتج وهيخسر وهيفلس وهيتباع، يبقى ما حققش اهدافه، ما تمسكش، ما استمرش. يبقى التعاون بالنسبه للجماعه مهم جدا، زي ما التعاون مهم بالنسبه للفرد، زي التعاون مهم بالنسبه للجماعه، اكيد طبعا ده كله هيعود على المجتمع، فالتعاون برضو له اهميه بالنسبه للمجتمع. نوضحها يا دكتور. طبعا لو تخيلنا كده المجتمع زي مجتمعنا المصري، الكل متعاون، الكل متكاتف، فبالتأكيد هنجد ان المجتمع ده بيتطور ويتقدم. يبقى اذا التعاون الاجتماعي عندما يتوافر في مجتمع من المجتمعات يؤدي الى تطور المجتمع وتقدمه. الحاجة التانية، يحافظ على كيان المجتمع. المجتمع ده عبارة عن كيان، عبارة عن جماعات اجتماعية متعددة، فئات موجودة في المجتمع، أصحاب مهن، الكثيرين جدا عن المجتمع ده عبارة عن كيان بيضم داخله كيانات صغيرة. فلو تخيلنا كده ان كل هذه الكيانات الداخليه او المؤسسات الاجتماعيه الموجوده داخل كيان المجتمع متعاونه ومترابطه ومتماسكه، فده بيحافظ على كيان ايه، المجتمع. يبقى ان المجتمع كله عباره عن ايه، عن يد واحده،
وده على فكرة بمناسبة يعني ان احنا بنعيش في هذه الايام في يعني ذكرى انتصارات اكتوبر المجيد 73، ان المجتمع المصري كان متكاتف ومتعاون في هذه الحرب، حتى ان يقول لك لم يتم يوم 6 اكتوبر تسجيل جريمة واحدة. العاشر من رمضان ولا جريمة واحدة تم تسجيلها على في جميع الأقسام على مستوى الجمهورية. ده نتيجة لإيه؟ ده نتيجة إن المجتمع المصري كيان واحد ومتكاتف وإيه ومتماسك. شفت هنا أستاذ محمد إيه التعاون ده مهم جدا جدا. تمام. وطبعا في هذه الذكرى بنتقدم إلى يعني الشعب المصري في هذه الذكرى ونقول له كل سنة وأنتم طيبين، ودائما مصر في انتصارات دائما إيه متكررة، في انتصارات اقتصادية وانتصارات اجتماعية وسياسية، وينهض دائما المجتمع ويكون تكون مصر قد الدنيا وتحيا مصر. تمام. بعد ما خلصنا كده أهمية التعاون بالنسبة للفرد، بالنسبة للجماعة، بالنسبة للمجتمع، هنقول مجموعة من الأسئلة على الجزء بتاع أهمية التعاون. أول سؤال عندي بيقول لي: يعد التعاون من العمليات الاجتماعية الضرورية للفرد، للجماعة، للمجتمع. أول التعاون الاجتماعي أهمية كبيرة للفرد والجماعة والمجتمع، أكد صدق العبارة، حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل، دلل في ضوء ما درست، حلل هذه العبارة. زي ما قلنا هي الإجابة واحدة ولكن الصياغة بتاعة السؤال بتختلف. ما النتائج المترتبة على عدم شيوع التعاون الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع؟ السؤال ده بقى يعني سؤال عايز أقيس الفهم. بمعنى إيه؟ أنا عندي أهمية التعاون، طب لو مفيش تعاون إيه اللي هيحصل؟ هعكس الأهمية بتاعت التعاون. يبقى أنت كده عايز إن أنت بقى إيه تبتدي إن أنت شوية تكون فاهم وتبتدي تستنتج سيادتك الإجابة من خلال فهمك لأهمية التعاون. وده طبعا زي ما نقول إيه الأسئلة اللي عايزة مستوى عالي شوية، اللي اسمها مستويات عليا، مش عايز حاجة حافظها واكتبها، لا. مفيش تعاون، طب أنا عندي أهمية التعاون، يبقى أنا عكس الأهمية، يبقى دي النتائج اللي بتترتب على غياب التعاون داخل المجتمع. يبقى مثلا هنساعد أبنائنا الطلاب أستاذ محمد إن الأفراد لا يستطيعون إشباع إيه حاجاتهم، ان الافراد هيشعروا بعدم ايه الامن. ان الـ 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 مش الافراد اي ايضا مش هي المحبه والتقدير. تمام. طيب ان ده هيؤدي الى ايه؟ الى انهيار الجماعه، ان الجماعه بالظبط مش هتحقق ايه أهدافها. طب بالنسبه للمجتمع، ان المجتمع ده مش هيتقدم ولا يتطور ولا يتحضر، ان ده هيؤدي الى انهيار المجتمع وعدم استقراره، وبالتالي ان المجتمع مش هيحقق ايه اهدافه وطموحاته. حلو السؤال ده دكتور، عجبني السؤال. سؤال كويس دايما جدا. دايما احنا عايزين الاسئله اللي تخلي الطالب يفكر ويشغل دماغه. مش عايزين الاسئله التقليديه اللي هي قدامه السؤال وادي الاجابه بتاعته ايه. اشرح اهميه تعاون الفرد، 1 2 3 خلاص خلصت. طب فين بقى تفكيرك انت استنبط كده بقى وشغل دماغك وحاول ان انت تفكر، طب لو مش موجود تعاون ايه اللي هيحصل؟ طبعا ده دلوقتي موجود مع اولى وثانيه ثانوي. نعم. الكلام ده انما طبعا بقى عشان هي النظام الجديد، فطالب اولى وثانيه ابتدى ان هو بقى طبعا يفكر باسلوب مختلف، يفكر خارج السن، يذاكر بطريقه مختلفه. خلاص مش هيبقى سؤال واجابه، لا ده هيبقى ايه سؤال وسيادتك تحاول تطبق عليه من الواقع من خلال اللي انت درسته. بس خلينا احنا في موضوعنا بقى، مش عايزين ايه نخرج عن موضوعنا. خلصنا كده اول عمليه اجتماعيه وهي التعاون الاجتماعي. عندي العمليه الاجتماعيه الثانيه معانا النهارده وهي التكيف الاجتماعي. التكيف الاجتماعي يعني ايه تكيف؟ قال لي عمليه اجتماعيه، ما احنا اتفقنا ان كل عمليات اجتماعية تهدف الى التوفيق بين الافراد والجماعات، يتفهم كل طرف مشاعر وافكار الطرف الاخر، هيحدث بينهم نوع من التقارب، هيبقوا خلاص قريبين من بعض في الفكر، قريبين من بعض في السلوك، من بعض في الصراحات، يؤدي الى تحقيق مصلحة مشتركة. يعني ايه؟ مهمة جدا على فكرة عملية التكيف ديت. خلي بالك بقى معايا، ركز معايا شوية. انا والدكتور حسني في اختلاف في الفكر بتاعنا نتيجة ايه مثلا؟ هو يمكن مثلا نشأ في بيئة مختلفة عن البيئة بتاعتي، طريقة التربية كانت مختلفة، ففي اختلاف بيننا. الظروف شاءت ان احنا نشتغل في مكان واحد مع بعض. طيب في اختلاف بيننا نعمل ايه بقى؟ لازم انا افهمه وافهم تفكيره وافهم ثقافته، وهو نفس الحكايه كده يتبادلني نفس الكلام ده، مش انا افهمه بس، هو برضه لازم يفهمني، يفهم تفكيري، يفهم ثقافتي. خلاص فهمته وهو فهمني، لو انا عملت تصرف معين هيبقى هو قابل التصرف ده لانه فاهم التصرف ده من على ايه، والعكس صحيح. خلاص حصل بينا تقارب. طب احنا كنا شغالين مع بعض في مجال، لنا هدف،
التكرر ده هيساعدنا على ايه؟ ان احنا نحقق الهدف بتاعنا اللي احنا بناكله. لكن لو انا مش فاهم ولا فاهم تصرفاته والعكس، هيبقى في بيننا شجار، في بيننا مشاحنات، في بيننا نقول ايه صراع، صراع مش اجتماعي. هنؤدي الى نعم. تحقيق اي هدف. ده بالعكس، ده احنا هنفشل في تحقيق الاهداف بتاعتنا. يبقى التكافؤ ده عمليه اجتماعيه مهمه جدا، عشان ايه؟ بتساعدنا على تحقيق الاهداف. نعم. طيب إذن عشان بقى كده اتفضل. التكيف الاجتماعي، يعني طبعا في سؤال يأتي عليه، وطبعا السؤال ده من ممكن طبعا سؤال بيقيس القدرة على التذكر، وبيكون سهل جدا ويسير وواضح. عرف ايه التكيف ايه الاجتماعي. إذا بنستنتج يا أستاذ محمد من كلام حضرتك إلى أن التكيف الاجتماعي له أهمية كبيرة جدا جدا فين؟ بالنسبة للأفراد في المجتمع. أول حاجة أن التكيف ده يا أستاذ محمد يؤدي لتطبيع الإنسان بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. بمعنى إيه؟ إن الإنسان بينشأ في بيئة، هذه البيئة على اختلاف ثقافتها زي ما حضرتك أشرت، وعاداتها وتقاليدها. فهو ايه؟ ان بيتكيف ويتواءم ويستطيع ان يتواصل مع الاخرين ويتفاعل مع الاخرين ويبني علاقات اجتماعيه ويقوم بالعديد من العمليات الاجتماعيه مع هؤلاء الافراد. يبقى مين البطل في هذه الجزئيه والذي ادى الى ان الشخص بيقوم بهذه العمليه؟ انه التكيف الاجتماعي. الحاجه المهمه جدا يا استاذ محمد اللي بتظهر للتكيف الاجتماعي أهمية كبيرة جدا جدا جدا، عندما بينتقل شخص من بيئة اجتماعية إلى بيئة اجتماعية أخرى مختلفة عنها في الثقافة. وناخد مثال، حسني الهاشمي سافر إلى إيه؟ هو مصري، له ثقافة بكل مشتملات هذه الثقافة من عادات وتقاليد ولغة وإلى نحو ذلك، انتقل للعيش في فرنسا مثلا. وهذا المجتمع مجتمع بيختلف عن المجتمع المصري في الثقافة وبكل مشتملاتها، عاداتها وتقاليدها ونحو ذلك. تمام. طيب ايه اللي هيحدث هنا؟ هيحدث هنا ما يسمى بإيه؟ بمقاومة داخلية شديدة جدا للثقافة الجديدة. تمام. متعارضة، يعني متعارضة انا معاك. يعني انا هذه في الثقافة تعارض، مش متعود متعارضة، عليها، يعني عادات وتقاليد تقاليد. مختلفة عن العادات والتقاليد اللي انا تربيت تمام. عليها او نشأت في ظلها. طيب هنا بيحدث ايه؟ صراع داخلي شديد ورفض لهذه الثقافة. ولكن مع الصبر التكيف بقى بيجعلني اندمج في هذا المجتمع. بمعنى ايه؟ انا اخد اللي تمشى مع ثقافتي المصرية للثقافة المحافظة ويبعدني ايه؟ وانسى وهم ايه؟ يفهموا ثقافتك وهيفهموا ايه وعاداتك ثقافتي؟ وتقاليدك وهم ويتقبلوها. تمام، وهم هيراعوا مثل هذه الثقافة. تمام. يعني حتى في التصرفات وفي العلاقات وان نحو ذلك هيتجنب كل الاشياء اللي انا ارفضها او تتعارض مع الثقافة تمام. ايه بتاعتي. وانا في نفس الوقت في يعني نفس لو انت الحالة شغال برضو. في مجال معين نعم يا دكتور، ممكن ساعة الأذان هيبقى موفر لك وقت ومكان ان انت تصلي فيه، خلاص بالظبط. هو تقبل ثقافتك نعم ومتقبلها وفهمك، خلاص انت ارتحت بقى. بعد ما كنت في الأول كده مش عارف هتأدي الفروض ازاي، هتصلي ازاي، هو فهمك وعرفك، يبقى خلاص سابك انت تبقى ايه؟ تمارس حياتك الطبيعية. خلاص بقى حصل نوع من ايه؟ انت قلت لي اندماج وصبر، نعم صبرت واندمجت، فهمتهم ثقافتك، هم قدروا يتفهموها وانت فهمت ثقافتهم، دوت ادى الى التقارب. خلاص بقى الصراع الداخلي قل بالتدريج، نعم نعم فحصل بقى نوع من التكيف ده بقى اللي احنا بنقول عليه. يبقى اذا يا استاذ محمد التكيف مهم جدا جدا. ده التكيف ده بيجعلك بتندمج مع الاخرين في مجتمعك، وايضا بيجعلك بتندمج مع الاخرين وتتعايش مع الاخرين حتى في المجتمعات الاخرى. يبقى اذا التكيف الاجتماعي هو مهم ومفيد جدا جدا لكي تستمر الحياه. طب تخيل بقى الشخص اللي هو حسني الهاشمي ده لما سافر فرنسا ما اندمجش هناك وحصل يعني كنوع من العزلة الاجتماعية، هل يستطيع ان مش يستمر؟ هتحقق الهدف، مش هتحقق، هترجع هل خلاص بلدك، مش هتستمر، هترجع ومش هتحقق يبقى الهدف. اذا العمليات الاجتماعية ومنها التكيف الاجتماعي هو مهم جدا جدا للانسان. تمام. نعم. حدد أهمية التكيف الاجتماعي، يمكن ده ممكن يبقى السؤال اللي هو موجود. هو ممكن نقول أهمية وظيفة للتكيف دور هام في حياة الفرد، وضح ذلك او وضح اهميه وظيفه التكيف. يبقى برضو الاسئله ممكن تجي لنا باكتر من صيغه نعم على الجزء ده. دي كانت تاني عمليه اجتماعيه معانا النهارده. يبقى خلي بالك معانا بقى كده، احنا قلنا الاول العمليات الاجتماعيه، عرفنا العمليه الاجتماعيه، وبعد كده قلنا عندي 4 عمليات اجتماعيه، قلنا عندي التعاون الاجتماعي والتكيف وعندي الصراع والتنافس. خدنا دلوقتي ايه؟ خدنا الاول عمليه اجتماعيه اللي هي التعاون، وخدنا تاني عمليه وهي التكيف. ايه بقى التالته اللي معانا النهارده دلوقتي؟ اللي هي التنافس الاجتماعي.
يبقى دي ثالث عملية اجتماعية موجودة معانا النهاردة اللي هي التنافس. طيب ايه المقصود بالتنافس او تعريف التنافس؟ قال لي عملية اجتماعية يقوم بها شخصين او اكثر او جماعتين او اكثر بالعمل، ما قلتش معا بقى، عشان كده قلت لك وانا بعرف التعاون خلي بالك من كلمة معا، انا بقول هنا ايه بالعمل للوصول الى هدف معين، بحيث ان كل طرف من اطراف التنافس يكون حريص ان هو يوصل للهدف ده قبل الطرف الاخر. بمعنى ايه بقى؟ خلي بالك معايا، احنا شغالين بس مش شغالين مع بعض، لا انا شغال وانت شغال، وانا عايز اوصل لهدف وانت عايز توصل لنفس الهدف ده، بس انا عايز اوصل للهدف دوت قبلك وانت في نفس الحكايه عايز توصل للهدف ده قبل، زي ما يكون في عندي 10 لعيبه في اللي هو المضمار بتاع الجري، سباق الجري، كلهم كل واحد بيجري باقصى طاقه عنده باقصى سرعه. طيب هم شغالين؟ بس مش مع بعض، كل واحد لوحده، كل واحد هيوصل لنقطه النهايه بتاعت السباق قبل الطرف الاخر عشان هو اللي يفوز بالسباق، يبقى انا عايز اوصل لهدف وانت عايز توصل لنفس الهدف، بس كل واحد فينا عايز يوصل الهدف ده قبل الاخر. هو ده المقصود بالتنافس. يبقى تاني، التنافس عملية اجتماعية يكون بها فردين او اكثر او جماعتين او اكثر بالعمل للوصول الى هدف، بحيث ان كل طرف من اطراف التنافس حريص. يعني ايه؟ يعني بيبذل كل طاقته ان هو يوصل الهدف ده بس قبل الطرف الاخر. ده مفهوم التنافس او تعريف التنافس الاجتماعي. سؤال عليه طبعا مباشر، عرف التنافس الاجتماعي، حدد المقصود بالتنافس الاجتماعي، يبقى سؤال برضو تذكر ما فيهوش اي مشكلة، سؤال مباشر. طيب بعد كده يا دكتور عندي أهمية التنافس. طبعا التنافس ده عملية يعني اجتماعية منشطة لقوى وإمكانات الفرد، ما دام هذا التنافس في حدود المعقول، أما إذا خرج عن حدوده انقلب إلى صراع. بمعنى إيه؟ إن لما يكون في أستاذ محمد في مؤسسة من المؤسسات أو مدرسة من المدارس، وفي الأستاذ محمد وفي معاه حسن الهاشمي في المدرسة، فاحنا اللي انا والاستاذ محمد بنتنافس عن مين يكون المدرس اللي هو الافضل. تمام، طبعا الاستاذ محمد هو افضل مني. لا العفو يا دكتور. تمام، فهنا بقول عليه التنافس الشريف استاذ محمد، لان في تنافس، التنافس انواع. التنافس بقى الشريف ان انا ان احنا فيه بنتعامل بلياقه اخلاقيه، يعني لا 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 انت بتضرني ولا انا بضرك، بس احنا بنتنافس، انا بقدم كل اقصى ما عندي من امكانات وقدرات علشان اظهر ان انا بشرح كويس وبحيث اتفوق على الاخرين. وانا نفس الحكايه كده. نعم. العكس. يبقى تمام. احنا كده في الحدود المعقوله، انت بتجتهد وبتجهز الماده العلميه بتاعتك من اكتر من مكان وبتحاول تجيب امثله وبتحاول تستخدم وسائل تعليميه، وانا نفس الحكايه، يبقى ده تنافس مفيد. بالظبط. طيب انت دلوقتي يا استاذ محمد انا عارف ان انت عندك حصه مثلا على سبيل المثال، وعامل برزنتيشن او باوربوينت على اعلى مستوى، انت هتكون بقى، فانا اعمل ايه بقى؟ هتقطع اروح اقطع عليك الكهرباء. يبقى هنا التنافس تحول الى الى صراع. الى صراع. لما خرج عن حدود اللياقه الاخلاقيه. بالظبط كده. طب ما انت انا قطعت عنك الكهرباء، طب ما انت المره اللي جايه هتعمل ايه بقى؟ هتقف لي الميه، هتقف لي قدام المدرسه، مش هتخليني اخش المدرسه. تمام، اذا ان التنافس هو مهم، ولكن لابد ان يكون في الحدود المعقوله وان يكون تنافس شرف. دايما الدكتور يقول لك التزم بقواعد الجماعه. نعم. التزم بعادات وتقاليد الجماعه. ما احنا بنلعب ماتش كوره تنافس، انا عايز افوز وانت عايز تفوز، انت عندك لعيب في الفريق بتاعك، اللعيب ده مميز وهو اللي هيجيب الجول، اول ما تخش في اول لقطه اخش معاه كده اكسره عشان ما يعرفش يجيب جول. احنا تنافسنا بس ده تنافس غير مشروع. نعم. ما التزمناش بالقوانين والقواعد. نعم. لا، لكن احنا عايزين نلعب اللي هو نلتزم بالقوانين ونتنافس، وانا ادي افضل ما عندي وانت تادي افضل ما عندك، وفي الاخر الجدير هو اللي هيفوز بالتنافس في حدود القوانين المتعارف عليه. بالظبط كده. نعم. انما لو خرجنا بقى خلاص بقى ما بقاش تنافس، يبقى تحول الى صراع. الى صراع، والصراع طبعا لا تحمد عقباه، هيضر المجتمع ويضر. نعم. الافراد. يتولد التنافس عاده عن التعاون. الحته دي بلاقيها واقفه مع الطلبه شويه. نعم. يقول لك ازاي التعاون يؤدي للتنافس؟ اقول له ازاي؟ هو انت بتتنافس مع مين؟ مش حد انت اصلا شغال معاه؟ انت لسه حضرتك قال احنا شغالين في مجال واحد فبنتنافس، يبقى احنا الاول كنا شغالين مع بعض، وبعدين لقيت عندي بعض المواهب كده مش موجوده عندك، فانا قلت اما احاول اظهرها، او العكس حضرتك عندك بعض الامكانيات والقدرات شايفها مش موجوده عندي، فبتعمل ايه؟ بتحاول تظهرها. يبقى التنافس ده جه نتيجه التعاون اللي موجود بيننا، عشان كده يقول لك يتولد التنافس عاده عن التعاون. قد يظهر ميدان العمل بعض القدرات والامكانيات اللي موجوده عند الفرد، فيحاول ان هو يظهرها.
لا دي حاجة طبيعية، دي ميول أصيلة في الإنسان، كل إنسان عنده الميول ديت، إن هو بيحب دايما يوازن نفسه بالآخرين، وده طبعا لتطلعه نحو الأفضل والأحسن. بيبقى عندك طلبة كده في الفصل، فبتلاقي إيه الطالب دوت بيجتهد وفي منافسة بينه وبين طالب تاني، الكلام ده كان زمان، دلوقتي مبقاش موجود. لا اللي هم ان شاء الله يعني فتلاقي الطالب ده يبقى بيذاكر قوي، ويجي تاني يوم يحاول ان هو يتكلم في الحصه ويجاوب ليه، عشان يبقى يبان ان هو افضل من التاني، والتاني يذاكر اكتر منه المره الجايه ويحاول يظهر. فده تنافس، ليه؟ كل انسان كده جواه عايز دايما يوازن نفسه بالاخرين، هو احسن مني في المذاكره، لا انا عايز ابقى احسن منه، هو جاب درجه اعلى مني، لا انا عايز اجيب درجه اعلى منه. يقول لك دي ميول اصيله في الانسان، دايما بيوازن ويقارن نفسه بالاخرين نعم نعم عشان يظهر امكانياته. وده على فكرة كمان بيظهر ايه في فريق كرة القدم، هم الفريق كله متعاون بيعمل بروح الفريق، تمام، وفي عمل جماعي انهم كلهم لابد ان يحققوا الانتصار. ولكن بنجد ايه بقى، ان فيه تنافس بيظهر لما مثلا ايه سين وصاد كل منهم عاوز يجيب جول، تمام، يبقى اصلا فيه تعاون يا استاذ محمد، والتعاون ادى الى ايه، الى انه كل واحد بيحاول يظهر امكاناته وقدراته. ده انا ممكن اجيب الجون مثلا بكذا، انا ممكن اجيبه من الجنب الفلاني، انا ممكن مثلا او هكذا، يبقى ايه كل واحد بيحاول يظهر ايه قدراته وإمكانياته، قدراته وامكاناته، وبالتالي ان التنافس بيتولد عن ايه، عن التعاون. هم اصلا بالظبط متعاونين، بالظبط، ولكن كل واحد بيحاول يظهر ايه قدراته امكاناته وإمكانياته. وايه وقدراته. طيب التنافس يا دكتور ممكن يكون عملية إيجابية مفيدة، نعم، وممكن يكون عملية سلبية هدامة. نعم، إمتى التنافس يكون عملية إيجابية ومفيدة؟ قال لي لو كنا بنتنافس على هدف واحد بيخدم الجماعة. يعني إيه؟ أنا بظهر إمكانياتي وقدراتي عشان أخلي العملية التعليمية أفضل. ونفس الموضوع كده الدكتور حسني، يبقى هدف بيخدم الجماعة ولا بيخدمهاش؟ بيخدم الجماعة، يبقى في الحالة ديت التنافس عملية إيجابية ومفيدة، وفي نفس الوقت ملتزمين بقواعد الجماعة، ملتزمين بقوانين الجماعة، يبقى أصبح التنافس عملية مفيدة. ليه؟ ما اللي احنا هنحققه في الاخر واللي انا بتنافس عليه دي حاجه لصالح الجميع، لصالح المجموع، لصالح المكان اللي انا شغال فيه، يبقى اصبح التنافس عمليه مفيده. امتى يصبح التنافس عمليه سلبيه هدامه؟ لو انا والدكتور حسني بننافس على اهداف خاصه، انا عايز اوصل لحاجه شخصيه ليا وهو عايز يوصل لحاجه شخصيه، واللي هو عايز يوصل له واللي انا عايز اوصل له ده بيتعارض مع اهداف الجماعه، وفي نفس الوقت احنا مش هنلتزم لا بقوانين ولا بقواعد، انا عايز اوصل اللي انا عايزه باي وسيله بأي طريقة. وده طرف محمد النظر على فكره بيظهر ايه، مثلا على سبيل المثال اللي هو احنا عايزين نجيب مثال يعني قريب قوي من الطلبه، اللي هو ايه، اللي هو مثلا فريق كره القدم، تمام، احنا الفريق بيعمل بيبيع بي بي يعني العمل كله قائم عليه على التعاون العمل معا الجماعي، والتعاون، العمل الجماعي، فبيظهر تنافس، التنافس ده مطلوب، تمام، ولكن بيكون في حدود ايه، ها، عادات الجماعه، او ان احنا عاوزين نحقق الهدف بتاع الجماعه. تمام، فلاحظ ايه، اني اثناء مثلا ماتش من يعني الـ يعني الـ يعني الماتشات اللي هي المهمه، وفيه مثلا على سبيل المثال يعني عدد من اللي هم يعني بيسهلوا الانتقال الى بعض النوادي الاوروبيه وهكذا، اللي هم بنقول عليهم السماسره اللي هم بتوع اللعيبه، فاحنا عارفين ان في خمسه سته قاعدين منهم وفي ناس بتتابع، فانا هعمل ايه؟ حاول اظهر نفسي على ان حساب انا زمايلي، احاول اظهر نفسي واظهر لياقتي وكفاءتي، وممكن انا ما يهمش ان انا اجيب جون، يعني انا ما يهمش ان انا اجيب جون والفريق بتاعي يبقى ينتصر، ده جاي على حساب الجماعة. ولكن ده ولكن انا المهم عندي ان انا اظهر امكانياتي وقدراتي، تمام، وممكن مثلا يكون معايا الكره وزميلي في الجنب الاخر ممكن يجيب الهدف بسهولة أفضل يعني مني. الملعب مفتوح قدامه، لا انا افضل مسيطر على الكره بحيث ان انا اظهر امكانياتي وقدراتي، يبقى هنا تحول التنافس، هنا اصبح ايه، ها، ده منبع للشقاق والعداوه والفرقه. تمام، ليه بقى؟ لان هنا اتجه ان الشخص بيحقق اهدافه دون الاهتمام بمصالح ايه، الجماعة. الجماعه. تمام، يعني احنا الهدف الجماعي هو الحصول مثلا او تحقيق الانتصار، تمام، للحصول مثلا على الكاس، لا انا اللي ما يهمنيش ان احنا نحصل على الكاس، ولا يهمني ان احنا ان احنا نحقق ايه، مكسب، الفوز. انا اللي يهمني ان انا اظهر امكاناتي وقدراتي امام الامام اللي هم بيشاهدوني، حتى ايه انتقل الى يعني فريق اخر وهكذا. يبقى اذا ان التعاون، ان التنافس بيكون مفيد وايجابي في ظروف معينه، وقد يكون منبع للفرقه وايه والشقاق والعداوه والعداوة بين افراد افراد الجماعه، الجماعة. اذا ايه
إذا اتجه لتحقيق تحقيق أهداف هدف إيه؟ شخصية تتعارض نعم مع أهداف وقوانين الجماعة اللي إحنا بنلتزم بيها. نعم طيب تمام، يبقى كده التنافس عندي حالتين للتنافس، تنافس مفيد إيجابي وتنافس سلبي هدام، وعرفنا إمتى التنافس يكون مفيد وإيجابي وإمتى التنافس يكون سلبي. أقول لك بس نقطة مهمة جدا، التنافس السلبي دوت خلاص تحول إلى نوع من أنواع إسراع. معانا سؤال على أنواع التنافس اللي هو المفيد الإيجابي والسلبي، بيقول قد يكون التنافس عملية مفيدة وقد تكون منبع للشقاق، حل العبارة دلل على صحة أو خطأ العبارة أو عقب برأيك. تمام، بالسؤال ده يا دكتور كده نكون وصلنا لختام الحلقة بتاعتنا النهاردة. أنا بشكر وجودك معايا دكتور، سعدت بيه. ربنا يبارك في حضرتك أستاذ محمد، وطبعا في النهاية لابد أن احنا نتقدم لكل القائمين على هذا البرنامج إعدادا وتنفيذا وإخراجا، وكل الجنود التي تقف خلف هذه الكاميرات، كما يعني أتوجه بخلص الشكر والتقدير لحضرتك، وأتمنى لأبنائنا الطلاب يعني التوفيق والسداد والرشاد. أشكرك دكتور. في نهاية حلقتنا أنا بشكركم أعزائنا الطلبة، وما تنسوش ميعادنا إن شاء الله كل سبت الساعة 12 والإعادة الساعة 12 في منتصف الليل مع حلقات علم النفس وعلم الاجتماع، برنامج مدرسة على الهواء. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.